ذنوب على الوش كفيه وبيتاني هم ونعدل الموازين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين جبينا مكتوبة بسمينا دي انفر جبينا مكتوبة بسمينا داين تدان يا ابن آدم والكل رد أوان حتما حتنول جزاءك بكير الحين سيان داين تدان يا ابن آدم والكل رد كلامنا بالصلاة عالزين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين وأعوذ بالله من اللي أبو الشين ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب بحبايبنا بقعدينا آخر مطفنا تراب والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب آخر مطف نطراب ولا جايب همها كلتنا ماشيين نختم كلامنا بالصلاة عالزين نختم كلامنا بالصلاة عالزين ازيك يا جبار؟ اتوحشتك قوي 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 اتوحشتي لمناقرتك يا وليدي انا اللي اتوحشتك ادخلي ايه اللي جابك دي لوك؟ نصيبي الاسود امالي ستة زهر فين؟ انا هو يا انشراح خير يا حبيبتي في حاجه في حاجه في بلاوي يا ازهار اللي حصل لا يتكتب ولا ينجر يا ازهار اقول لك ايه يا شربات روح اعمل لك كوبايتين شاي حاضر تعالي تعالي ايه اللي حصل؟ حاضر وقعت قلبي في رجلي اقعدي احكي لك اهو يا اختي قولي يا حبيبتي قولي مش صلاح طلع ما بيخلفش نعم يا اختي اي والله طلع ما بيخلفش ضحك عليا وقال لي ان انا ما بخلفش وفي الاخر طلع هو اللي ما بيخلفش اوه فزوره دي ولا ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ام شراح؟ انا ما بقولش هو اللي بيقول ودلوقتي المصيبه بقت مصيبتين مصيبتين؟ سبتين يعني ايه؟ المصيبة الاولانية ان صلاح ضربني عالقة ما كلهاش حمار في مطلع وقال لي يا فاجرة المصيبة التانية كيف اظهر قدام الناس ببطني قدامي قد كده بقول لك ايه المشكلة الاولى
عيب يطلع الكلام الماسخ والعفش من خشمه ده ليكي. الحاجة التانية انك حامل مش مشكلة، اقعد معايا هنين لغاية لما تخلفي وساعتها حلها الف حلال. لكن انت مشكلتك الكبيرة عاد مع صلاح، هي دي اللي ملهاش حل. ايوه صح، ايوه صح، مشكلتي دي ملهاش حل. بس الهي يستر الدنيا واخره. انت بنت اصول تصدقي بالله؟ لا لا لا، الله معايا دي واستقبالك ليا دي والله العظيم ما هنساهولك العمر كله. اخص عليك يا انشراح يا حبيبتي، ده احنا اخوات وفي بينا عيش وملح وعشره كمان. وحشتيني يا ازهر، وحشتيني قوي، وحشتيني يا اجمل واحده في الدنيا. وانت كمان وحشتني فواز. وعاد هنرجعوا نلعب العيال الصغيرين ولا ايه؟ قد الدنيا كلها. لا مش هقولها لك عشان ما ريحكش. لسه مش عايز تقولي مالك؟ مفيش يا دنيا. مفيش ازاي بقى؟ انت بقالك اكتر من ساعتين ما قلتليش ولا كلمه. هو انا زعلتك ولا ايه؟ انتي ده انتي احلى حاجة في دنيتي. امال مالك؟ لو جواك اي حاجة قولها لي واعتبر انها هتبقى سر بيني وبينك. انور يا ستي. ماله انور؟ مش موافق على علاقتنا. وهو ده اللي مزعلك؟ وهي دي حاجة ما تزعلش؟ لا طبعا، لان ببساطة انور ده ما يعرفش عمق العلاقة اللي بيني وبينك، ولا يعرف حجم مشاعري ناحيتك، ولا حجم مشاعري اللي أنا شايلها لك في دنيا الحب يا حبيبي. انسى بقى الموضوع ده وأنا هتصرف فيه بطريقتي. هتتصرفي فيه كيف؟ انت ما عندكش ثقة فيا ولا ايه؟ لا أبعد حد طبعا. يبقى خلاص ما تسألنيش بقى. طب افهم. هقابله وهقنعه ان الحب اللي بحبه لك يخلي اي انسان في الدنيا ينحني قدامه ويقدم له الف تحيه واحترام. تحب نخرج النهارده؟ لا انا هروح. تصبحي على خير. احمد. نعم. هتفكر فيا قبل ما تنام يا طبعا. هفكر فيكي قبل ما انام وانا نايم وقبل ما اصحى كمان. بحبك. اوعى تقول لانور ان انا هقابله. اوكي سلام. باي باي يا حياتي. ان شاء الله تكوني نمت كويس يا انشراح. الا نمت كويس، ده انا نمت وشخار. الاوضه عجبتك؟ اللي عجبتني ده الاوضه شرحه وحلوه وزي الفل اللي تعجب الباشا. الله يخليك يا حبيبتي. لازم تعرف يا شرح ان انت هناك امان، مش ممكن يخطر على بال صلاح ان انت موجوده عندي. بعدين انت في حمايتي في رقابتي يا حبيبتي. بس انا اللي خايفه منه ان امك تفتح خشمها وتقول انت فين. لا امي مش هتفتح خشمها. واصل. متاكده؟ متاكده. طب اقول لك ايه، يوم ولا اتنين ان شاء الله هيجي لنا خبر عن احسن دكتوره في البلد عشان نروح لها اهو نعرف راسنا من رجلينا. ربنا يخليك لي يا ازهار وما يحرمني منك ابدا يا حبيبتي. يا روحي يا عدلي. ملهاش حل يا ازهار. يعني ايه ملهاش حل؟ يعني متعقده. انت ازرك ده انك ما قلتلوش ان احنا بطلنا الشغلانه دي. وداني فرصه. الظاهر انه حاسس ان في حاجه عشان كده طالب انه يقابلك. نجوم السماء اقرب له، مش هقابله فواز. الطريقة دي مش هتنفع مع الناس دول يا أصغار. لازم ناخدهم واحدة واحدة. ما قبلك ده خدتهم واحدة واحدة، وأنا هفضل العمر كله أخدهم واحدة واحدة ولا إيه؟ طيب ما تقابليه المرة دي كمان، جايز تقدري توصلي معاه الحل. مش هقابله يعني مش هقابله فواز. عشان خاطري، عشان خاطري، مش عاوزين نعمل لنفسينا مشاكل. حاضر، عشان خاطرك بس هقابله. عايز ميتة اي وقت في اليومين الجايين دول؟
حاضر يا فواز. تصبح على خير يا فواز. وانت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك من نفسك. اول ما تصحي كلميني على طول. حاضر. عينيا التنين. تسلم عينيك التنين. تصبح على خير. من اهل الخير. اما انور ايه اللي موقفك هنا؟ الراجل ده حكايته ايه بالظبط؟ طالما الحاج حسنين توفى يبقى خلاص يسيبنا في حل. راجل مين قصدك؟ فواز. ما ينفعش يبعد عنا. ليه يعني؟ لان في بيني وبينه شغل. حتى لو بيننا وبينه شغل ده مش معناه انك تطلعي معاه كل شويه، ده غير السفريات. حتى انت كمان عرفت تفتحي خشمك وتطلعي الكلام ده مني؟ ايه؟ ايه؟ تحججوا معايا ولا ايه؟ ده مش تحجيج ياما، لكن من حقنا نفهم. من واجبنا ان احنا ننبه عليك لو شفنا ان انت بتعملي حاجه غلط. اخرس يا واد. ايه الكلام المازخ والعفش اللي تطلعه من خشمك ده؟ انت ناسي انك بتكلم امك؟ ولا ما كنتش فاكر ان امك ممكن تعمل حاجه غلط؟ قطع لساني ياما. انا ما اقصدش. انا بس بتكلم معاكي في الموضوع ده لاني خايف عليكي. خايف على ليه؟ صغير ولا صغيره؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه واقفينك ده ليه؟ كويس انك جيت عشان تحضر الكلام ده. لا معلش، اصل عندي صداع، انا طالع رايح شويه. يا نور يا ولدي، لما الحاج حسنين مات كان سايب شغل كتير ومصالح مفتحه كان لسه في اولها، عشان كده ما اقدرش اسيب فواز. طب ممكن نعرف ايه نوعيه الشغل اللي بينك وبينه؟ حاضر يا شهده هانم. والله عالبه عندك لسان وتعرفي تتكلمي تساليني تحاسبي امك. حاضر يا شهده. عايز تعرفي بشتغل ايه؟ انا وفواز بناخدوا اراضي بنعملوا فيها قارية سياحية. فيها سؤال تاني ليك ولا ليه؟ لا يا ماما مفيش. احنا بس مش عايزينك تزعلي، وزي ما قلت لك احنا بنتكلم معاكي عشان خايفين عليك. خافوا على حالكم الاول. خايفين عليا. يلا استاذ انطر. مدام داليا بره يا فندم. اهلا وسهلا، خليها تتفضل. حاضر. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. استاذ انور، ممكن حضرتك تتنازل وتقولي ايه هو الحب في نظرك؟ الحب في نظري؟ ماشي. مع اننا في الشغل مش في برنامج لحل المشاكل العاطفيه، الا اني هجاوبك يا ست داليا. الحب في نظري هو التكافؤ والتفاهم، وعشان اوفر عليك الطريق ده مش متوفر ما بينك وما بين احمد اخويا، وعشان ننهي الكلام بسرعه لاني مشغول وعندي شغل كتير، يعني هقول لك ليه مش متوفر. احنا صعايده داليا هاني. احمد اخويا صعيدي، تجاليدنا وعاداتنا تمنعنا
يعني احنا نتجوز عدم المؤاخذة يعني واحدة متحررة زيك. ما تزعليش مني، كنت اتجوزتي بدري كان زمان عندك عيال في سن احمد. رغم انك تجاوزت حدودك قوي وقلت كلام كتير ملوش معنى، الا اني هقولك زي ما بيقولوا جملتين ابرك من 10. ابعد عن طريقي انا واحمد والا هتندم يا عمر. ماشي يا ستي، رسالتك وصلت، ولانك في مكتبي انا هكون كريم معاكي للاخر. شرفتي وانستي يا دليل. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل. لو فكرت تتدخل يا انور جرب وهتشوف ايه اللي هيحصل. متهيألي كنت قاسي شوية مع فواز. بالعكس، أنا كنت معاه في منتهى الحنية، لأن أنا عملته معاه ده رسالة غير مباشرة للأزهار، وأنا متأكد إنها هتفهمها كويس، هي بس بتتدلع شوية. يمكن ليها طلبات؟ أزهار جريئة، لو ليها طلبات كانت قالتها لي بنفسها. ما تقلقوش، سيبوا أزهار عليا. مالك يا ابو حميد، في حاجه؟ لا ابدا مفيش. سرحان يعني، شكلك متضايق. لا شايفك مشغول فقلت ما اتكلمش معاك عشان ما اعطلكش. الفاكس وصل يا استاذ. تمام، عملت مين النسخه؟ ايوه موجوده عندي. انا اتاخرت، اقدر امشي ولا حضرتك محتاجني في حاجه؟ لا اتكل على الله انت، مع السلامه. طيب بعدين. انت لسه قدامك كتير؟ لا يا سيدي انا خلصت خلاص، يلا بينا. على فين؟ مش بتقول عاوز تروح؟ لا مش عايز اروح، انا مخنوق. بقول لك متضايق تقول لي لا. فين؟ انا جعان، ما تيجي اعزمك على عشاء وبالمره نغير جو. الحكايه يا ابو حميد. حكايه؟ حكايتين. الحكايه مش حكايه جعان وعاوز تاكل، الحكايه انك عاوز تتكلم معايا، صح ولا لا؟ صح. عندك مانع؟ لا يا سيدي ما عنديش مانع، اتفضل قول. انت بتعمل ايه؟ قعدت عشان نتكلم. بقول لك مخنوق، ده غير اني جعان. يلا ناكل لقمه في اي حته ونغير جو بعيد عن الخنقه دي. الشركه بقيت خنقه؟ انت ايه؟ ما بتسهكش؟ انت هنيه من الصبح، يلا ما تبقاش غير سموار. خلاص يا سيدي يلا بينا، تعالى يلا. بتدافع عن حبها يا اخي. درجتها معايا خلتنا اصمم انك لازم تنهي كل حاجه بينك وبينها. اسمع يا انور، انت مش اخويا وبس، انت اخويا وصاحبي كمان، ليه عايز تعمل بيني وبينك مشاكل؟ انا عشان اخوك وصاحبك مش عاوزك تضيع مع البنت دي. انت ليه مش عايز تصدق ان داليا دي كويسه وبتحبني بجد كمان؟ خلاص يا احمد، روح قول لامك واخوالك انك عاوز تتجوزها وشوف هيتصرفوا معاك كيف. ما تخوفنيش، انا مش صغير. يعني ايه؟ هتخرج عن طوع اهلك عشان البنت الفلتانه دي؟ ما تغلطش فيها واحترم نفسك. قول انا كده يا احمد، قول لاخوك الكبير احترم نفسك، انت قليل الادب. اسمع يا انور، انا هتجوز داليا يعني هتجوز داليا، ولو الدنيا كلها وقفت قصادي، فاهم ولا لا؟ وانت بالذات ابعد عن سكتي احسن لك. يعني ايه؟ هتضربني ولا ايه؟ هعمل اللي اعمله عاد. طب اقعد، لسه ما خلصناش كلام، اقعد. قلت لك ابعد عن سكتي. اديني جيت اهو يا شهد. نعم، طلباتك. طب خد نفسك الاول. اسمعي بقى، انا مش فاضي لعب العيال ده، لولا انك انت اتحايلت عليا ما كنتش جيت. انت ليه بتعاملني بالجسوه دي؟ لانك انت زي بنتي بالظبط. انا مش بنتك. وانا ما اقدرش اكون غير زي ابوك. انت ليه مصمم تتكلم معايا في حكايه الابوه والبنوه دي؟ لان هي دي الحقيقه. انا بالنسبه لك مش اكتر من صوره لابوكي اللي انت ما شفتهوش. بس انا مش شايفاك كده. حتى نظرتك دي مش هتغير الحقيقه. الحقيقه بالنسبه لي حاجه تانية. انت عاوزه ايه بالظبط؟ عاوزك تفهمني. بس انا ما اقدرش افهم اللي انت عاوزاه. يعني انت عارف اللي انا عاوزاه ومش موافق عليه. طب اديني فرصه وسيب نفسك وانا خليك توافق. ايوه. لا لا، قاعد مع واحد صاحبي.
لا مش مشغول قوي. طيب اما اخلص انا هكلمكم. مع السلامة. الف سلامة. مين دي؟ اولا انت مالك؟ ثانيا مش عرفك انها واحدة ست؟ شكل المكالمة. شوف يا شهد، كل اللي انت بتفكري فيه ده يا بنتي مش في محل، يوم والتاني وهتفوقي منه. اسمع انت يا فواز. فواز؟ طب قول يا عم فواز، يا بابا فواز. ما ينفعش. ما ينفعش ليه بقى؟ لان مفيش واحده تقول اللي بتحبه يا بابا او يا عمو. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه يا فواز، انا بحبك بحبك. افهم يا اخي بقى. ايه اللي بيحصل؟ يا عمر الباشا يا فندم. ايه المجابله القفشه دي؟ ده احنا جايبينها هديه للباشا. اها سيادتك. ايه حصلت لحد كده؟ عاش من شافك يا اصهار. امشي انت اهو. عمرك يا باشا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. باب ايه يا شباب؟ انا جايه لك بقلب صافي وجايبه لك حاجات حلوه عاملاها لك بيد تستاهل خشمك. تخلي رجالتك يقابلوا لنا المجابله القفشه دي؟ عشان اتغيرت يا اصهار. بقيت تفكري في حاجات تضرك. انا افكر في اللي انا عاوزاه. غلط غلط. سيبنا فواز لوحدنا. ما اقدرش اسيبها يا باشا. قوم انت يا فواز اطمن. شوف يا ازهار، انا هقولها لك كلمه واحده. لما تحب تفكر تفكري على كيفنا احنا مش على كيفك انت. انت عاوز ايه؟ تشوفي شغلك. بقول لك يا باشا، انا خلاص اعتزلت. اعتزلت في الكوره يا شطر، ما تزعليش منك. لا ربنا ما يجيبش زعل يا باشا، بس انا بقول لك بطلت الشغلانه دي. ما ينفعش يا ازهار، ما ينفعش. طب خلاص انا هرجع لك كل الفلوس اللي كسبتها من وراك. طب والفلوس اللي كسبها حسنين؟ لا دي عاد بقى تروح تاخدوها من حسنين. انا مش فاضي للكلام بتاعك ده، وهتنفذ اللي بقول لك عليه. وانا بقول لك لا مش هنفذ. شني من دماغك انساني، فاهم ولا لا؟ اقول لك اعتبرني موت زي حسنين. ليه؟ ليه ده كله ليه؟ لاني مش هشتغل الشغلانه دي، خلاص بطلت. هتشتغلي يا ازهار ومش بكيفك. لا بكيفي ومش هشتغل، وانا حر. واحنا كمان احرار يا ازهار. اعمل اللي انت عاوزه وعلى ما بخيلك اركبه. ازهار. نعمان يا شبيه. بكره هتيجي لحد هنا هتقولي انا في عرضك يا باشا، وعلشان انا قلبي طيب هسامحك يا ازهار. كانك بتحلم يا شبيه. ايه يا جدع انت اهو؟ في ايه؟ منور عمل حاسه وجه دلوقتي فينه؟ انور شرى ايه يا عمر؟ فين يا عمر؟ في حاجه لازم نسالوها. انور اهو يا عمر. انور ولدي يا حبيبي. نور هاني قول لي يا حبيبي اللي عمل فيك ده؟ رد عليا ولدي. طمنا يا دكتور. طمنا. كسف رجلي اليمين وشات ردود وجروح، الحمد لله سليم. الحمد لله الحمد لله. كسف رجله ويقول لي الحمد لله. الحمد لله اموت واعرف مين اللي عمل فيه كده. بلاش عرفني المره الطفح اللي انا فيه ده. ومين اللي عمل فيه ده؟ معرفش اخوي، اعصابهم كلهم بايظه ومش عارف افهم منهم اي حاجه، لا من احمد ولا من ازهار ولا حتى من شهد. استر يا رب. زمان بيت موت اروحها بالبوكا. ما تيجي نسافر يا حاج. اقعد انت يا حاج، انا هاخد رشاد وراشد ونسافروا. ايوه ابوي، بس احنا ما ينفعش نسيب ازهار لوحدها في ظروف زي دي. الحمد لله على سلامتك يا نهر.
تشكر ابو حميد. ما انت كويس اهو يا انور، امال شغلتنا عليك ليه يا ولدي؟ انا ما شغلتش حد، اللي اتصلوا بيكم هم اللي شغلوكم. كويس انك اتصلت بجدتك بنفسك، كان قلبها واكلها عليك قوي. وانت انور ما عرفتش مين اللي عمل فيك كده؟ لا يا خال. انا اعرفه، كنت قطعت خبره من الدنيا كلها. وانت ما تعاركتش يا احمد انت وانور مع حد قبل كده؟ لا ابدا يا جدي. الحمد لله ان عدت على جد كده عشان مره تانية ما تعاركوش مع حد. ايوه بلاش ترجعوا البيت متاخر. بقول لك ايه يا مانور؟ نعمين يا انشراح يا حبيبتي. انا متكدره ومحروجه مني الجوي. متكدره ومحروجه من ايه يا حبيبتي؟ اللي حصل لك ده؟ جايتي جت في ظروف مش كويسه يعني. عاد مالك انشراح يا حبيبتي، الحاجات دي بتاعت ربنا، الحمد لله ان جت على قد كده. تسلميلي يا حبيبتي وما يحرمنيش منك ابدا يا بنت الاصول. ولا منك انشراح. بقول لك يا حبيبتي، وتفكر ان انا نسيت موضوع الدكتور؟ بس زي ما انت بتقولي كده قلتيها بعضمه لسانك ان انا الظروف مش هي يعني، شويه كده والدنيا تروق وان شاء الله اروح للدكتور. لا ما تعمليش حسابي ولا كاني موجوده. شوفي حالك انت وان شاء الله ان شاء الله ربنا حيطمنك على ولدك انور. يا رب يا حبيبتي ربنا يطمني عليهم ويكفيهم شر مخبي ولادي. انا حذرتها يا فواز. ايوه يا باشا، بس الضربات كانت شديدة قوي. ضربات؟ ضربات ايه يا فواز؟ انا كنت بهزر معاها، انت عارف انا لما اضرب بضرب ازاي. بدل ما كنت تجيني هنا كنت روح لها وفهمها يعني ايه القانون. ولا نسيت القانون يا فواز؟ معلش يا باشا، عشان خاطري استثني ازهار. انا مقدر حبك ليها، علشان كده انا هفوت الكلمة دي، هعتبر نفسي ما سمعتهاش. يا باشا خلاص مقابلة انتهت يا فواز. بس يا باشا. المقابلة انتهت. أمرك يا باشا. فواز. نعم يا باشا. ما تدهش تاني. اللي هي ايه يا باشا؟ انك تيجي من غير ميعاد. مع السلامة. الله يسلمك يا باشا. يا نور افندي، جايبه لك معايا هدية. تعيشي يما. مش تعرف الاول ايه هي الهدية؟ مش يمكن ما تعجبكش. وانتي برضك ياما تجيبي له حاجه ما تعجبهوش. قولي لها شه. اذا ربان عليك الامان. سلامتك ياما. رحب. هي دي الهديه ياما؟ دي احلى هديه في الدنيا. الف سلامه عليك ياما، ان شاء الله انا وانت. لا مالك يا حبيبتي، هتقلبيها غم ولا عاد؟ انا عارفه ياما. فرج المرار الطافح، الحب واللي بيحبوه. انا كويس رحاب، ما تقلقيش علي. انا كنت هموت لما عرفت اللي حصل. اوعي تقولي كده، بعد الشر عليك. اتفضل يا حاجه. فين جوزك؟ ابوك بيفرج على الفيلا. الحمد لله على السلامه حبيبي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه حبيبي. اتفضل يا حاجه اتفضل. ليزي تفضلك. تعال يا حبيبتي تعال تعال. اتفضل يا حبيبتي تعال. اتفضلي. نورت مصر كلها. تشربوا ايه عاد؟ ايوه صار. لا المقابلة ما كانتش كويسة. لا 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 ولا يهمك. أما أنور يروق وأهلك يمشوا نبقى نتكلم. طيب يا حبيبتي. لا 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 ما تقلقيش خالص. يلا مع السلامة. وهو عامل إيه دلوقتي؟ كويس؟ الحمد لله. ما عرفتوش مين اللي عمل كده؟ لا. ليكوا اعداء ولا ايه؟ احنا لسه ساكنين هنا جديد وما لحقناش نربي عداوه. امال تفتكر مين اللي عمل كده؟ امي بتقول جايز اللي حصل ده حصل غلط واني مش هو المقصود. تفتكر؟ كل شيء جايز، بس انت عارفه. عارفه ايه؟ عارفه اخوالي. اخوالي لو عرفوا هو مين مش هيعتقوه. اصلك ما تعرفيش عيلتي. انا عيلتي وعره قوي. باين عليك ابن اصل وابن عز قوي يا حماده. تشكري. معلش ممكن فنجان قهوه كمان؟ بس كده يا حبيبي من عيني. في ايه يا جماعه؟ مالكم مستعجلين ليه عاد؟ ما تقعدوا معانا شويه. معلش ابويا عنده شغل
وبعدين احنا قعدنا كتير عشان انور يستريح. يا ستي انا راحتي في وجودكم. ها قالها لكم بخشمه اقعدوا معانا يومين كمان. يا ريت نقدر. وما تقدروش ليه؟ مرحب قالت اللي فيها ما ينفعش عندنا شغل ما ينفعش يتقدم. يا راجل اقعدوا معانا يومين اقلوه ناخدكم في سكتنا واحنا مروحين. ها ابوي عنده حق جاي معاه عربيتين ايه لازمتها شحطات المواصلات؟ ما قالت لك اللي فيه؟ عموما يا حاج انستو شرفت وديك عرفتوا البيت عاد ما تقطعوش الزيارة علينا. اتفضلوا بالسلام. الله يسلمك. مع ألف سلامة. حصلت البركة. يبارك فيك يا رب. طريق السلام. السلام عليكم. سلام يا حاج. الله وبركاته. نورتوا يا رجالة. ربنا ما يحرمنا منكم. تشكر يا شرفات. أنا جاهزة يا مان. أنا جيت أهو. دقيقة واحدة وجيالك. هاي يا أبوي عايز حاجة قبل ما نطلع؟ وسلامتك يا بنتي. قوم وصلهم يا راشد. ما تستنى يا أبوي الماتش جامد قوي. ماتش إيه يا واد؟ عيب قوم. حاضر يا أبوي. استنى يا زهار. جاي معاكي بس أروح أجيب العبالة. يلا يا أخوي. غاوي الكورة كل الرجالة بتحب الكورة. يلا يا أختي. خايفة يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي. ها خير يا دكتور؟ حامل في كام؟ هو مين اللي قال لك انك حامل يا ست انشراح؟ انا عرفت لوحدي. ايوه عرفتي منين يعني؟ لقيت نفسي غنم علي ولقيت نفسي برجع ولقيت نفسي في الحمص. حمص. هو في حاجه يا دكتوره؟ ولقيت بطني عماله كده تشيب قدام مني. تشيب؟ قصدها بطنها كبرت قدامها. والكلام ده بقى بدأ من امتى؟ من بعد موت سيف يجي بشهر. مش عرفان شو راح انه سيف مات ميتة يعني كل شهر شهرين يا دكتورة. وسيف ده بقى يبقالك ايه بالظبط؟ سيف سيف كيف ولدي حتى من قلبي. السيف ده اخوها بس عزيزة على قلبها قوي تعتبره زي ولدها. فمعزة الابن علشان كده بقى. عشان كده ايه يا دكتوره؟ بصي يا ست انشراح حالتك دي عندنا في الطب بنسميها اكتوبك بريجنسي يعني حمل كاذب. ها حمل كاذب يعني انا جاي اضحك عليكي يعني انا كذابه؟ لا عمري ما اكذب ابدا عمري ما اكذب ابدا. ما قصدهاش كده يا انشراح قصدها الحمل هو اللي كذاب. رشاد تجيت يا حبيبي. حسن حسن مش هتعرف تفلت المرة دي. انت عرفت تاني؟ انا ما يتلعبش بيك. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا جاي اعرفك ان انت اللي قتلت سيف مش انا. انا اللي قتلته؟ وانتي اللي حرقتي قلب امه عليه وانتي اللي كان لازم تدخل السجن مش انا وانت اللي لازم تتشوي في نار جهنم مع قتالين الكتلة. لا لا انا قتال الكتلة وانا امي انا الضحية انا المجني عليه المجني عليه. لكن دلوق حبك الجاني حبك الجاني بحبك وحجير. يا ابوي ما انت قلت لي الكلام ده وقلت لك ما ينفعش وحفضل اقوله لك تاني وتالت وعاشر لحد ما تعقل الكلام وترجع البلد. يا ابوي ما ينفعش حتى لو انا قدرت ارجع البلد ولاد ما يقدروش
ما انت عارف قاعدين في الشغل بتاعهم الشركه الكبيره دي هيهملوا شغلهم ويرجعوا معايا. وبعدين بنت اللي رحت الجامعه ما ينفعش كمان انا اسافر وهمل الولاد هنا. لا ده العيال عاد بالذات لازم يعاودوا قبل منك. ايوه يا زهار، وبعدين انت شفت اللي حصل، مش كل مره تسلم الجره يا بنت ابوي. ايه هذا اللي حصل؟ اللي حصل ده صدفه. صدفه كيف يعني؟ يا ولد ابوي يعني ايه كيف؟ اكيد واحد عايز يتخانق مع واحد وقد في انور يعني مش قصده. بعدين احنا هنا في مصر بلد الامن والامان، ما تخافوش علينا عاد. يعني برضك حتنشى في راسك ومش عايزه تاجي معانا البلد؟ ما قلت لك يا ابوي ما ينفعش. طيب نتكل احنا على الله وشوف انشراح دي حتاجي معانا ولا لا. حاضر يا ابوي. مالكم مستعجلين ليه؟ طب اقعدوا اتغدوا بعدين سافروا. ابوي عشان خاطري ما تزعلش مني، انا لا عشت ولا كنت يوم ما زعلك. خلاص خلاص يا زهر خلاص. يعني مش زعلان مني؟ خلاص، بس فكري في الكلام اللي قلته لك. ربنا يخليك يا ابوي ويخلي امي وبارك لي فيكم وقعد لي الدعاء بتاعكم يا قادر يا كريم. اتهمتني بشرفي وانا الرباية الزينة، ظلمتني وغدرت بيا وانا عمري ما غدرت بيك ولا ظلمتك. شكيت فيا وانا لما قلت لي ان عيب الخلفة مني ما شكيتش فيك ولا كذبتك. عرفت دلوقت ان انا مش فاجرة. وانا اللي قلت انك حامل، ما انت اللي قلتي. وعموما حقك علي، ما تزعليش. متكدرة منك يا صلاح وقلبي مكسور. قلبي بيتقطع علشانك. خلاص زلفت لسان. خلاص يا صلاح ما زعلناش منك، انا مسامحاك. ده انت جوزي وسندي وداري وعزي، اعمل لك لقمة تاكلها. لا انا مش عايز لقمة. تعالي نطلع فوق اوضتنا تاني. وفي ايه؟ لا كفاياني اللي حصل في الاوضة. لا 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 ما لازمنيش ابدا ان الف حوالين نفسي. لا مش هتلف حوالين نفسك، انا خلاص عرفت انا عاوز ايه. عاوز ايه يا صلاح؟ عاوز اعيش معاكي في امان، مش عايز اتمرمط ومرمطك معاي. افتح يا انشراح انا العمدة. العمدة يا صلاح حط النجاح، حط النجاح. افتح يا انشراح. صلاح قلت لك افتحي. افتح يا انشراح. الغفر محاضر بيت، لو صلاح عندك مش هيعرف يخرج. هتسلم نفسك يا صلاح وتسيبني؟ اتفضل يا عمدة. ازيك يا صلاح؟ انا لما الغفر قالولي ان في واحدة منجبة هنا قلت اجي اسلم. تحت امرك يا عمدة. ايه وانت هتفضل كده من المطرية ده صلاح ولا ناوي تعمل ايه؟ ما هو قال لك يا عمدة انا تحت امرك. خلي بالك من نفسك يا صلاح. هستناك هستناك يا صلاح. مفيش اسرع من الايام وحاجة ازورك في السجن. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك.